ايه المنتظر من هذه المحطة؟ اولا ايه المنتظر في نطاق الجغرافي لها، في اسوان والمحافظات المجاورة هنا وسوهاج والاقصر؟ طبعا حضرتك احنا بنقول احنا دي محطة الطاقة الشمسية بنبان في محافظة اسوان، هتكون ان شاء الله اكبر محطة طاقة شمسية في الكون، اللي هي 2000 ميجا وات، يعني بقدرة 90% من انتاج السد العالي. احنا كده بنقول ان احنا عندنا سد عالي 2000 جدا في ولا اسوان، 200 ميجا وات؟ 2000 ميجا وات لما هتكتمل كل الشركات تنتج 40 شركة ب 50 ميجا وات ب 2000 ميجا وات. المردود الاجتماعي والاقتصادي لهذه المحطة طبعا هي احنا عندنا مشاريع كبيرة اللي هي كثيفة الطاقة، هتتوفر الطاقة طبعا، هتفتتح المشاريع بعد كده اللي هي كثيفة الطاقة زي مصانع حديد والصلب ومصانع الخام والجرانيت، وتلك المصانع اللي هي بتحتاج لطاقة كبيرة. طيب عندنا المشروع ده نفسه بيحتاج ل 20 ألف فرد عامل أثناء التشغيل، فهيكونوا 66,000 فرد فرصة عمل هتكون موجودة في هذا الموقع، حاجة طبعا مبشرة بالخير ولها عائد كبير على المنطقة كلها وعلى محافظة أسوان وعلى جمهورية مصر العربية كلها. يعني مسألة إنها توفر آلاف فرص العمل، طبعا بالتأكيد يعني أبناء أسوان هم الأولى بهذه طبعا الفرص. احنا بنقول يعني السيد المحافظ بيدقق على هذا الكلام، ان لابد ان يكون ابناء اسوان هم لهم نصيب اكبر، ما عدا التخصصات النادره تكون برا المحافظه، ودون ذلك لابد ان يكون من ابناء محافظه اسوان. تمام، شكرا جزيلا استاذ محمد الحسيني، مدير شكرا. عام الاستثمار بمحافظه